مثلا تحت سمع وبصر الدولة المتسلفة الوهابية موجودين في القاهرة والإسكندرية يمارسون التكفير ضد الأزهر نفسه. نعم. يعني يقولون أن عقيدة الأزهريين فاسدة وأن إيمانهم فاسد وأن إسلامهم مختل. طيب ما هو ده تحت سمع وبصر الدولة، معاهم حزب سياسي معترف به. نعم. إذا كانت دار التحرير وهي مؤسسة قومية، جريدة عقيدات الإسلامية الأسبوع الماضي عدد 1096 في 4/3 بتكفر المسيحيين وتشعل نيران الفتنة التكفيرية في مصر. نعم. جريدة قومية تبع دار التحرير. قولي لي أين رئيس مجلس الإدارة لدار التحرير وأين رئيس التحرير لجريدة عقيدتي حينما يخطئونني، حينما قلت للشباب ونحن في اعتقاد طائفي لا نقول عن المسيحيين انهم كفار ولكن نقول اهل كتاب. انت قولي فين نقيب الصحفيين؟ فين رئيس دار التحرير؟ جريده قوميه مقبوله من دافع الضرائب سواء مسلمين او مسيحيين لما تمارس التكفير ضد المسيحيين وتزيد الاحتقان الطائفي في مصر. اين الدوله واين لجنه الاحزاب لما تصرح لحزب سياسي تكفيري علنا؟ نعم. لما الجماعة السلفية في اسكندرية تصدر بيان بعدم صلاحية تولي المسيحيين للمناصب، لما يقرأ ولد متوسط أو عام الثقافة ويتعامل مع شركاء الوطن بشكل كافر يبقى هيستحل دمه وماله وعرضه. فإذا كانت الدولة بصحفها القومية بتمارس هذه الجريمة. نعم نعم. فالمسألة مش مسألة بيان، البيانات معي كثيرة، سواء بيان يصدر من الأزهر، بيان يصدر من الكنيسة، فضيلة مولانا الإمام الأكبر يقابل البابا تدرس وتبوس اللحى، الكلام ده ما ينفعش. نعم. لابد من آلية عملية على أرض الواقع، إنما كومبوزيشن وإنشاء. صح. إحنا بنعالج التكفير وهو التكفير بيصدر منا إحنا على سمع وبصر من الناس، ما ينفعش. صح صح.